حياكم الله. أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة انتهاء المهلة المحددة لملاك الإبل لتسجيل بياناتهم وبيانات إبلهم مجانا في قاعدة بيانات الوزارة ووضع الشريحة الإلكترونية الخاصة بمشروع ترقيم الإبل إلكترونيا. ينضم معي للحديث حول هذا الموضوع الدكتور إبراهيم قاسم، مدير عام الإدارة العامة لخدمات الثروة الحيوانية بوزارة البيئة والزراعة والمياه. حياك الله معنا دكتور إبراهيم. حياك الله يا مرحبا. حياك الله دكتور. خلينا بالبداية نتكلم عن أهداف هذه المبادرة، وش أهدافها؟ حقيقة أهداف الترقيم على قطاع الثروة الحيوانية في المقام الأول، وعلى جميع المستفيدين من الثروة الحيوانية والمنتجات الحيوانية في المملكة العربية السعودية. يساهم هذا البرنامج وهذا المشروع ترقيم الثروة الحيوانية للسيطرة على أمراض الثروة الحيوانية في المملكة، والمساهمة على التحسين الوراثي والتطوير في قطاع الثروة الحيوانية. طبعا ظاهرة الإبل السائبة كانت من أهم وأخطر الظواهر الموجودة في المملكة من حوادث الطرقات. حقيقة ترقيم الإبل راح يساهم بإذن الله في الحد من هذه الظاهرة من الإبل السائبة على الطرقات وحماية مرتادي هذه الطرق. كيف دكتور إبراهيم؟ حقيقة في تعاون ما بين وزارة البيئة والمياه والزراعة ووزارة الداخلية ووزارة النقل في متابعة وترصد جميع الإبل التي تكون بالقرب من الطرقات والتي تكون لها أثر في حدوث لا سمح الله الحوادث. في حال ضبط الإبل وهي مرقمة بالقرب من هذه الطرق يتم مصادرتها ودعوة مالكها. الشريحة الإلكترونية الموجودة على هذه الإبل ستعرف المسؤولين أو العاملين أو المراقبين في هذه الطرق الوصول لمالكها ودعوته وطلب منه إبعادها بعد أن يتم تحرير مخالفة لعدم تقيده بهذه الأنظمة. طبعا هذه من أهمها، لكن هناك طبعا في آثار كبيرة وأهداف كبيرة لهذا الترقيم. طبعا رفع مستوى الخدمات البيطرية المقدمة من قبل وزارة البيئة والمياه والزراعة، وكذلك المساهمة في تنظيم الرعي والحد من الرعي الجائر في المملكة العربية السعودية. دكتور باختصار، أنتم أعلنتوا أعتقد عن وصولكم لمليون متن حتى الآن في ترقيم الإبل، كم هو الرقم اللي تتوقعون الوصول له؟ هي أعداد أعداد الإبل في المملكة العربية السعودية حسب الإحصائيات لدينا تقريبا 1,400,000 متن من الإبل. نحن بفضل الله طبعا الآن وصلنا إلى 1,300,000، يعني 90% من المشروع تقريبا تم تنفيذه في خلال إن شاء الله الشهر هذا نكون أنجزنا 1,400,000. والواضح بفضل الله طبعا أعداد الإبل أكبر وفي تزايد من الأعداد اللي تم رصدها سابقا. هذه هي من أهم الفوائد، أن نعرف أعداد الإبل بطريقة صحيحة وطريقة منطقية حتى نستطيع أن نقدم لهم الخدمات لجميع مالكين الإبل. شكرا جزيلا لك الدكتور إبراهيم قاسم، مدير عام الإدارة العامة لخدمات الثروة الحيوانية في وزارة البيئة والمياه والزراعة. بعد الفاصل الحديث حول مشاهير السوشيال ميديا أو ما أطلق عليهم عدد من المغردون مشاهير الفلس. ابقوا معنا.